بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفاري يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع الجمال. طبعا فقط راح أرويكم هذا التظليل للمكيفات، هذا الشباك شو رأيكم فيه، هل أنت مع أو ضد؟ طبعا هذه طبعا من الشركات أو الأماكن النادرة اللي حصل فيها هذا التظليل، فإذا أحد مسوي هذا الشيء هل أنت معها الطريقة أو ضد هذه الطريقة، وهل هذه الطريقة ممكن مجدية أو عملية من ناحية مثلا التهوية أو التبريد، خلنا نقول تبريد على المكيف خاصة الشباك. وأيضا ممكن بعض الأشخاص يقول لك أنا راح أعملها للمكيف السبليت، فما أدري أنتوا شو رأيكم، هل تعتقد انها والله عملية وجيدة وراح تخدم المكيف، او انها فقط مثل ما يقولون فعل اضافي او تكلفة اضافية ما راح تستفيد منها وما راح تخدم الوحدة؟ ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى متعلمة مع جمال. شكرا جزيلا.